السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. أنا زرعي من أكاديمية بي برو تريدر، وده الفيديو التحليلي أو التعليمي اللي بيكون خاص بالشركات في السوق الأمريكي. شركتنا النهاردة اللي هنتكلم عليها في الأسبوع ده وهي شركة نيو. شركة نيو هي شركة أصلا صينية، مقرها الرئيسي في مدينة شنغهاي. الشركة دي متخصصة في تصميم وتطوير وإنتاج السيارات الكهربائية. الشركة دي اتأسست في 2014 تحديدا في نوفمبر. والسؤال القوي واللي من المفترض إن إحنا بنسأله، هل من المفترض إن نيو هتكون هي البديل لتسلا، أو هل هي المنافس الحقيقي لتسلا ولا لأ؟ في البداية خالص كانت نيو ما كانتش معروفة باسم نيو، كانت معروفة باسم نيكست تي اي في. وبدات نيكست تي اي في دي في السيارات الرياضيه السريعه. نقطه التحول في الشركه دي تحديدا كانت عربيه اسمها الاي بي 9. العربيه دي كانت تقطع مسافه حوالي 418 كيلو في الشحنه الواحده، وكانت تقدر قوتها بالحصان حوالي 1360 حصان. وفي سنه 2016 اسف في سنه 2019 واجهت نيو أول مشاكلها، واللي كانت بسببها إن هي خلاص كانت هتقرر إن هي تعلن إفلاسها. في سنة 2020، السنة اللي ماضية، الحكومة الصينية بنفسها قررت إن هي تستثمر في الشركة دي، وإدتها 1.4 مليار دولار، وده كان الإنقاذ الوحيد لنيو. نيو دفعت مقابل الإنقاذ اللي هو 1.4 من 10 مليار دولار 24.1% من قيمة أسهمها للحكومة الصينية. وبكده قدرت إن هي تكمل في المسار بتاعها، وقدرت إن هي تكمل في عجلة الاستثمار الخاص بيها. نيو تعتبر من دلوقتي في المرتبة الخامسة في الشركات بعد تسلا، تويوتا، فولكس فاجن، وبي واي دي. على مستوى شركات العربيات الكهربائية، لو هنقول مين أكتر حد ماسك السوق دلوقتي، فهو من المفترض إن هي تسلا. وكمان حتى تسلا مسيطرة على سوق العربيات الكهربائية حتى كمان في الصين أو في مدينة نيو نفسها. الفكرة اللي مخلية تسلا هي أكبر مبيعات هي إن عندها شبكة كبيرة قوي من محطات الشحن السريع. كلنا عارفين إن طالما ما في عربية كهربائية فده معناه إن مفيش استخدام للبنزين، فبيكون عندنا محطات للشحن موجودة، بتروح العربية بتدخل في دايرة الشحن بتتشحن العربية أو بتتشحن البطارية بتاعة العربية. كنا عاملين فيديو على شركة اسمها كيو اس، كانت خاصة بالبطاريات الليثيوم أو البطاريات الكهربائية، يا ريت لو نرجع نتفرج عليه كان عليه فرصة استثمارية حقيقة بشوف فيها كويس. الفكرة إن مخليها تسلا هي اللي مسيطرة إلى الآن، إن تسلا عندها محطات شحن سريع كتير قوي موجودة، لكن نيو لسه ما عندهاش غير حوالي 160 محطة شحن بس. في سنة لكن نيو قررت إن هي تعمل حاجة جديدة، أو عملت حاجة كانت استخدمتها أصلا تسلا في سنة 2013 أو 2014، وهي إن خلت البطاريات بتاعة العربيات بتاعة نيو قابلة للفصل. يعني البطارية لما تفضى بتروح بالعربية بتاعتك في أي محطة من المحطات بتستبدلها وبتمشي على طول. تسلا كانت عملت الموضوع ده قبل كده، لكن كانت قالت إن إحنا بنشوف إن المحطات الكهربائية أكثر شعبية من البطاريات المستبدلة. بقى فكرة البطاريات المستبدلة هي إن أنت بتدخل بالعربية بتاعتك محطة الشحن، البطارية بتكون موجودة أسفل العربية، بيخلع لك البطارية، بيحط بطارية تانية جديدة، وبتكمل في الطريق بتاعك. الموضوع ده ما بيكملش 3 دقايق بالظبط. الخدمة دي تعتبر بتقدمها ليه بقيمة حوالي 250 دولار شهريا، والناس كلها بتصنع عربيات، خلي بالك. لكن النقطة هنا، يمكن لو هنقارن نيو النهاردة بتسلا أو بفولكس فاجن أو حتى بقبل في 2024 وإنتاجها للعربيات الكهربائية، هنركز اكتر وهنركز يمكن خلال الفيديوهات اللي جايه او خلال عموما صفقاتنا او الريكومنديشن اللي احنا ممكن نقولها على شركات البطاريات الكهربائيه. احنا بنكون فوكس هنا اكتر على البطاريات الكهربائيه، يمكن انا بشوف ان مستقبلها مستقبل واعد بصوره كبيره قوي.
من بتبدل البطارية بتاعتك وبتمشي عادي، ما فيش أي مشاكل. في نيو مقدمة خدمة، لو أنت كنت ماشي في العربية مثلا بتاعتك والعربية عطلت، ففي أبلكيشن أصلا لنيو بتقدم أنت في الأبلكيشن ده، بتقول إن أنا العربية بتاعتي هنا عطلت، بتبعت لك عربية شحن بتيجي بتشحن البطارية بتاعتك. على مدار الإنتاجية بتاعتها كان في أهم عربيات موجودة، وهي الإي إكس 6 الخاصة بنيو، ودي قيمتها حوالي 55,000 دولار، بقوة 550 حصان، بتصل لحوالي 100 كيلو في الساعة في حوالي 4 ثواني وسبع أجزاء من الثانية، وبتقطع مسافة 600 كيلو في الشحنة الواحدة. العربية الثانية لنيو هي الإي إس، الإي إس واللي بتبلغ حوالي 100 كيلو في 4 ثواني وتسع أجزاء من الثانية، بتقطع حوالي 580 كيلو في الشحنة الواحدة. قيمة العربية دي حوالي 69,000 دولار. العربية الثالثة والحقيقة اللي أنا بشوف إن هي عربية عظيمة قوي، وهي الإي تي 7، واللي بتقطع 100 كيلو في 3 ثواني وتسع أجزاء من الثانية، بتقطع 1000 كيلو متر في الشحنة الواحدة، واللي قيمتها بتقدر أعتقد إن هي 38,000 دولار. الحكومة الصينية نفسها بتشجع المواطنين نفسهم إن هم يشتروا السيارات الكهربائية بقيمة حوالي 3,500 دولار لو أنت هتشتري بطاريات القابلة للاستبدال اللي لسه شارحينها من شوية. أنواع البطاريات عموما اللي من الممكن إن أنت لو هتشتري عربيات كهربائية في الصين مثلا ممكن إنك تلاقيها في شركة نيو، عندنا أول نوع وهو قدرة ب 70 كيلو واط في الساعة، وده بيدي لك مدى 500 كيلومتر. عندنا نوع تاني بقدرة 100 كيلو واط في الساعة، ده بيدي لك مدى 700 كيلو متر. وعندنا القدرة الثالثة وهي قدرة 150 كيلو واط في الساعة، وده بيدي لك حوالي 1000 كيلو متر. معدل تغيير البطارية ما بياخدش غير حوالي 3 دقائق. الشركة متربطة ان هي في نهاية سنة 2021 تكون عملت 500 محطة شحن، هي حاليا دلوقتي عندها 160، بالتارجت على نهاية السنة يكون عندها 500 محطة شحن. الاي تي اكس 7 هيتم تسليمها في 2022، وفي أقاويل كتير قوي بتقول إن في احتمالية إن في 2021 الشركة تقدر إن هي تدخل السوق الأوروبي. الحقيقة بشوف إن نيو شركة واعدة وليها مستقبل، يمكن لو كنا بنتكلم على بداية 2020 أو كنا بنتكلم عموما على معدل الاستثمار في الشركة مع بداية 2020، واللي كان سعر السهم بحوالي 3 دولار، واللي حاليا دلوقتي بنتكلم في 56 دولار، ويمكن قبل كده كنا حللنا نيو في أكتر من مرة. لما نيجي من ناحية التحليل، شايفين إن شاء الله لو أنت مستثمر في نيو ليها مستهدفات بعيدة، ممكن يوصل معانا مستهدفات ل 100 و 150 دولار في سعر السهم الواحد. لو انت لسه مش موجود في الشركة، فلما نيجي نبص من هنا هلاقي ان انا من هنا من عندي وفق التحليل الكلاسيكي البسيط متكون من هنا من عندي قناة سعرية، او نقدر نقول عليها راية لاستكمال الاتجاه الصاعد اللي متكون باختراقها. بتوقع ان احنا نشوف من ال 56، اقدر ان انا اشوف ال 65، واقدر ان انا اشوف ال 68، وفي حالة الصعود كمان ممكن اقدر يخليني اشوف ال 72 في حركة سعر السهم، لكن لازم ان احنا في الاول ننتظر الاغلاق اعلى الراية المتكونة. لما نيجي نروح نبص على حركة السهم، لو احنا كنا حابين ان احنا ناخد السهم في عقود الاوبشن، الحقيقة لو أنا هستثمر في عقود الأوبشن خلال الفترة دي، فيعني أنا كنت حابب إن هو يكون ليد قوي، أو ناخد يعني عقود طويلة الأجل. لكن لما تيجي الحقيقة هنا وأبص على كمية العقود أو البريميوم اللي أنا من الممكن إن أنا هدفعه من هنا، لما رحت عند يناير 23 لقيت ان سعر العقد حوالي 28 او قول 29 في وان كونتراكت، فممكن اكون بدفع كتير حوالي 2800 دولار، فالحقيقه بشوف ان هو كتير. لما نزلت على ديسمبر 22 لقيته حوالي عامل 28
دولار. فالحقيقة لو أنا يعني هدفع ال 2000 دولار في الديل ده، فأنا الحقيقة بفضل إن أنا يكون معايا بالثمن ده أسهم، نظرا لارتفاع قيمة العقود اللي موجودة من هنا. لكن لو حركة السهم معانا يعني كانت كسرت لي الراية، كانت كسرت الراية المتكونة من عندنا، فممكن ناخد عقود يعني أضعف الإيمان أقل مدة شوية. فممكن مثلا ناخد عقود 21 مارس مثلا على 30 يوم، وأعتقد إن سعر 6 دولار نوعا ما مناسب في قيمة العائد الموجود. لكن هننتظر، لازم ننتظر الإغلاق أعلى الراية، وممكن إن احنا ناخد عقود لو أنت حابب إنك تشتغل عليها كفكرة المضاربة، لكن مش استثمار. لكن لو هتستثمر، فالحقيقة احنا بنشوف إن بعد اختراق الراية إن شاء الله من الممكن إن أنا أشوف من حركة سعر السهم، أقدر إن أنا أشوف ال 65، وأقدر إن أنا أشوف ال 72 كمان إن شاء الله، يعني ممكن نوصل ب 25% أرباح في معدل الصفقة دي. مبسوط إن أنا كنت مع حضراتكم، حاولنا إن احنا نوضح مفهوم شركة نيو، وإن شاء الله هنوضح أكتر من شركة خلال الفترات اللي جاية. لو حضرتك عندك أي استفسار أو حابب إن احنا نحلل أي شركة أنت محتاجها، يا ريت تكتبه لنا تحت في الكومنت، وإن شاء الله هعمل له فيديو دايركت. لو عندك برضو أي استفسار عموما في السوق الأمريكي، يا ريت تكتبه لي تحت في الكومنت. مبسوط إن أنا كنت مع حضراتكم، يا رب أسبوع تداول موفق علينا جميعا. كنا مع حضراتكم أسامة زرعي من أكاديمية بي برو تريدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.